لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة أستاذة جامعية بالمنوفية بعد 10 أيام من وضعها. وضع مولودتها تعينت في أول الدراسة. وفاة أستاذة جامعية بالمنوفية آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب جامعة المنوفية. ونعل آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعيدة الشابة، خاصة احتمالية وجود شبه جنائية حول الوفاة. داعين الله عليها تغمتها بواسع رحمتها، وأن يلام أسرتها الصبر والسلوان على فراقها. وأنجبت الزوجة المتوفية الدكتورة آلاء رمضان طفلتها قبل 10 أيام فقط من وفاتها. ووضعت الطفلة في الحضانة بأحد المستشفيات، كما أن المتوفية جرى تعيينها في كلية الطب بجامعة المنوفية مطلع العام الدراسي الجاري. وتسببت وفاتها في صدمة كبيرة بين أصدقائها وأقربائها في المنوفية الذين طالبوا بالقصاص لها لوجود شبه جنائية. ونعت كلية طب جامعة المنوفية في بيان لها وفاة الدكتورة آلاء رمضان، وجاء نص النعي كالتالي بمزيد من الحزن والأسى: تناعي كلية طب جامعة المنوفية الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيات الطبية بالكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية بخالص المساواة والعزاء لجميع أفراد أسرتها وزملائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتلقى اللواء سالم الفيميني مدير أمن المنوفية اختار من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوفاة أستاذة جامعية بكلية الطب جامعة المنوفية. تدعي ألف كراه فور وصولها مستشفى سيرس ليان العام، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.